ورجعنا لكم بجزء الثاني وهو نحن هناك في فهد هناك في فهد وين فهد البير حجر خفيف لا اعمل عليه زوم واو طبعا بتعرفوا ليش حاطين هاي المي ليش حاطين المي هون عشان ما ينط ويهجم على هذوك الحيوانات هذوك الحيوانات ليش شو هذوك الحيوانات هذوك الحيوانات عشبي هذوك الحيوانات عشبي هذوك وهذول حيوانات اللحم بياكلوا اني لحم هذول بس اما هذوك بياكلوا ايه هذا عشب بس عشب عشان ما يهجموا عليهم حاطين مي هيك بيناتهم هذا شو بيسموه هذا بالانجليزي هذا الفهد جاكوار ولا شيتا اي دونت نو يو دونت نو دو يو نو احمد او تيمو شلون بيعمل هذا شلون بيعمل تيم لا هذا ما بيعمل شلون بيعمل شو بيعمل يا هنا تعال نروح نكمل معناتها شو هلا في شو في بعد هناك فهد تاني شو في كمان هناك لا مش كنجر في وحيد القرن راينوسورس شو اسمه الانجليزي وحيد القرن راينوسورس يلا عجلوا عجلوا شوي هون شوفوا هدول تشرح لنا هون هدول طلع مكتوب هم مكتوب هوريك هو ناس هانينج اوكي لا شوف اشرح لنا هون على الخريطه شوف ال... هذا وين منتشر في العالم منتشر بافريقيا وشوي بمنطقه قريبه على باكستان وهذا منتشر بس في افريقيا شوف قديش سرعه الفهد 110 كيلومتر في الساعه طيب تعال نكمل يلا هلا هون شوفي هنا اجي اشرحي لنا هاي تعالوا نشوف يلا تعالوا نشوف الفهد الثاني على السريع شو بدك تشرحنا يا احمد عن الفهد انا بشرح عن الفهد هنيك الوحيد القرن هنيك بالبيت وين وحيد القرن هنيك واو طلع هنيك وحيد القرن بالبيت وين اللي فهد كان هوني هرب لا كون خاف منك يا احمد انا ليش ما بخاف منه هو بيكون خاف منك الفهد القرن مبسوط هناك شفته هناك من الشجرة هناك من الحجرة على شفته في واحد ثاني وين هناك عند البيت في كثير فوق البيت ثلاثة فوق البيت لا كمل جولتنا عند الاسد يمكن هلا صار هلا وين اللي بعده وين نكمل جولتنا يا تيم تيم وين نكمل جولتنا على البيت ما عجبتك حديد الحيوانات ما عجبتك حديد الحيوانات لا تيم ما تفوت ما عجبتك اين هو اكثر شيء عجبك هاد شو اسمه هاد لك كلهم ميع مو هذا ميع مو ميع هذا وحيد القرن وحيد القرن هذا اقول وحيد القرن شو اسمه بالانجليزي هنا كنجر راينو رانيو هلا شو بعد من الفيديو الثاني يمكن الاسد اول يمكن الاسد اول اول لحظه هيدو هيدو تايم